للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس من بغداد من مجلس النواب. محمد صباح الخير، ما هي آخر المستجدات لديك؟ هل تحدد موعد انعقاد الجلسة بعد أن تأجلت ساعة واحدة؟ نعم، نبدأ من حيث آخر الأخبار وآخر المستجدات، حيث الآن هنالك اجتماعات مستمرة للقوى السياسية البرلمانية تحدث عن جميع القوى، منها كانت التيار الصدري وأيضا تقدم والإطار التنسيقي، إلى الآن مستمر اجتماع، وهنالك أيضا تجاذبات سياسية، وهنالك أيضا اختلاف حول منصب النائب الأول، وهنالك اعتراض وفيتو على من قبل الإطار التنسيقي على التصويت والموافقة على رئيس مجلس النواب أو المرشح الذي قدمه تقدم وهو محمد الحلبوسي، هناك اعتراض عليه من قبل الإطار التنسيقي، وهناك مساعي مستمرة لتأجيل الجلسة إلى الساعة 3 مساء من قبل الإطار التنسيقي. كل هذه الأمور سببت في تأخير انعقاد الجلسة، هنالك تأجيل فقط كان لنصف ساعة من الساعة 11 صباحا كما في جدول الأعمال وإلى الساعة 11:30، لكن التأخير استمر إلى غاية هذه اللحظة، إلى الآن لم تعقد الجلسة، وحتى أجراس البرلمان لم تقرع لغاية الآن، ما يعني أن الاجتماعات مستمرة وأن النواب لم يتوافدوا إلى القاعة الكبرى حتى هذه الساعة. هنالك أيضا من يقول من إطار التنسيق بأننا نحتاج إلى تأجيل الجلسة إلى الساعة 3 لاستمرار التباحث والمشاورات حول من سيمثل هذا الإطار في منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وأيضا للمناقشة أكثر حول ترشيح السيد محمد الحلبوسي، على الرغم من أن جميع القوى الكردية وأيضا التيار الصدري وتقدم ذاته هم جميعهم متوافقون ويعني متفقون على شخص محمد الحلبوسي، ليس هنالك أي اعتراض على هذه الشخصية، لكن الاعتراض جاء فقط من الإطار التنسيقي الذي كما ذكرت يسعى إلى تأخير الجلسة إلى أبعد وقت ممكن. كما تعلمون بأن جدول الأعمال يبدأ من السلام الجمهوري وينتهي بترشيح أو عفوا فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب. نعم، كلما تأخر المجلس في عقد جلساته يعني تأخر في يعني تمرير أو البدء بجدول أعمال جلسة اليوم، ولربما كما صرح لنا بعض النواب لربما لن يكون هنالك تصويت أو لن يكون هنالك يعني لم تكن هنالك المضي بالتصويت على رئيس مجلس النواب ونائبه. الجلسة قد تعقد، الجلسة قد تبدأ، لكن ستقتصر فقط على أداء اليمين الدستوري، ما يعني أنها ستباشر جدول أعمالها في هذا اليوم، ولكن ستبقى مفتوحة، لأن رئيس السن كما يعلم الجميع بالنظام الداخلي ليست له صلاحية بتأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر لها، وهذه الصلاحية منحصرة فقط برئيس مجلس النواب. بالتالي لم يكن هنالك اختيار لرئيس أو لم يكن هنالك تصويت على رئيس مجلس النواب، ستبقى الجلسة معلقة مفتوحة للتداول والتشاور إلى وقت لا يحدد حتى يكون هنالك توافق على رئيس مجلس النواب، والعكس لربما يكون يعني ضمن التنسيقات التي ستكون عليه اليوم لربما سيكون هنالك تصويت على رئيس المجلس. كل هذا متعلق بالتوافقات السياسية وما ستؤول إليه الاجتماعات ومخرجاتها أيضا، ما يعني أن هنالك احتمالين: التصويت على رئيس المجلس أو تأجيل التصويت على رئيس المجلس، لكن الجلسة ستعقد واليمين الدستوري سيمضي والنواب سيدون اليمين الدستوري كما صرح لنا العديد من النواب. بالتالي المشكلة فقط في يعني التصويت على رئيس المجلس ونائبه الأول. نعم محمد، ما هو مستوى التوافد لديكم من الكتل السياسية؟ من هي الكتل السياسية التي حضرت إلى الآن؟ جميع الكتل السياسية قد هي حاضرة اليوم في مبنى مجلس النواب. إن كان هنالك سعي لبدء الجلسة ستكون بنصابها كامل، بل حتى بحضورها الكامل بعدد كامل سيكون حاضرا من النواب داخل الجلسة، حتى الذين هم معترضين على رئاسة المجلس والمشاكل المستمرة على النائب الأول، لكن ستكون هنالك يعني نصاب مكتمل وحضور كامل للنواب لأداء اليمين الدستوري، ووعدها لربما سيكسر النصاب. بالتالي كما ذكرت أن جميع الكتل السياسية اليوم متوافدة إلى بناية المجلس لأهمية هذه الجلسة ولموقعها ومكانتها أيضا، فهي الجلسة الأولى للدورة الخامسة، بالتالي لها أهمية. حتى رئيس السن حضر قبل نصف ساعة من الوقت المحدد
لانعقاد الجلسة. الجلسة في جدول الأعمال من المفترض أن تعقد الساعة 11 صباحا. رئيس السن حضر الساعة 10:30، الساعة 10:30 كان في بناية المجلس وتوجه إلى الاجتماع مع تقدم. بالتالي هذه الخطوة المهمة لبدء العام أو بدء الدورة الخامسة لمجلس النواب، وهنالك أيضا يعني عزم داخل النواب لحسم الأمر ولبدء هذه الدورة النيابية بحضور كامل وبنصاب كامل. فقط تبقى ما ذكرت من المشاكل ربما سيتسبب بكسر النصاب وتأجيل التصويت عليه، وإن كان هنالك توافق في الوقت الأخير لربما سيتم التصويت على رئيس المجلس ونائبه الأول في حال لو توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق معين. نعم محمد، ذكرت أن هناك عدة اجتماعات تعقد قبل الجلسة، هل تمخض عن أي اجتماع من هذه الاجتماعات أي اتفاقات سياسية عن شكل الكتلة الأكبر؟ مسألة الكتلة الأكبر لربما ستأخذ وقت أطول من أن يعني يتم حسمها في جلسة واحدة أو في اجتماعات معينة. هنالك نقاط خلافية كثيرة بين الكتلتين الشيعيتين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول التوحد للمضي بتشكيل كتلة أكبر. بالتالي ستكون هنالك يعني سيعتمد التيار الصدري إن أراد تشكيل كتلة أكبر على باقي الكتل السياسية، وهذا لا أعتقد أنه سيحسم في جلسة اليوم ولا في اجتماعات اليوم. ستكون هنالك اجتماعات على مدى أوسع وعلى فترة أطول من ذلك حتى يتم حسم هذا الملف. نعم. أما ما يتم مناقشته اليوم وما يعني في اجتماعات اليوم وأهم وأبرز الملف أبرز الملفات التي يتم طرحها في اجتماعات اليوم هي ملف رئيس مجلس النواب، وهو لربما يكون الأهم في هذه الفترة لأن باقي أعمال مجلس النواب باقي جلسات وتحديد جدول أعمال وتحديد باقي فترة أوقات الجلسات في الأيام القادمة هي معتمدة على رئاسة المجلس. في حال لم يتم التصويت على رئاسة المجلس فستبقى هذه الجلسة معلقة وستكون هنالك يعني خلل كبير في توازن العمل النيابي في هذه الفترة. في حال تم حسم هذا الملف وانتهى النواب من هذه القضية سينتقلون إلى القضية الأخرى والملف الآخر وهو الكتلة الأكبر وترشيح رئيسا للوزراء، خصوصا وأنه أيضا يعتمد على توصية رئيس الجمهورية بذلك. هنالك مرحلة أخرى هي يعني اختيار رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية سيكلف الكتلة الأكبر بتقديم مرشحها. بالتالي هذا كله يعني حتى رئيس الجمهورية يفتح الباب للترشيح على من يفتح الباب للترشيح على رئاسة الجمهورية هو رئيس البرلمان الذي إلى الآن لم يحسم ملف. بالتالي شيء متعلق بشيء وشيء مرتبط بشيء. ففي حال انتهت الكتل السياسية من حسم ملف رئاسة البرلمان ستكون هنالك حلول بالتأكيد في لموضوع الكتلة الأكبر وأيضا لباقي القضايا السياسية داخل مجلس النواب. نعم، إذن محمد أنتم تتوقعون أنه لن تحسم الكتل السياسية اختيار رئيس البرلمان من الجلسة الأولى، وتتوقعون بأن تبقى الجلسة الأولى مفتوحة تداوليا، أليس كذلك؟ هذا الأمر تحديدا متعلق فقط بالنصاب أو عدد النصاب الموجود داخل الجلسة. في حال بدأت الجلسة يعتمد اختيار رئيس مجلس النواب على النصف زائد واحد. في حال كانت هنالك كتل معترضة على شخص رئيس مجلس النواب وانسحبت من قاعة الجلسة بعد أداء اليمين الدستوري وكان هنالك نصاب مكتمل، في حال انسحبت والنصاب مكتمل نصف زائد واحد، فسينضي مجلس النواب بالتصويت على رئيس مجلس النواب. الأمر متعلق فقط بالنصاب النيابي، وكما ذكرت في بدء حديثي أن التيار الصدري والكتل الكردية والكتل السنية ليس لديها اعتراض على شخص محمد الحلبوس. بالتالي في حال كان هنالك انسحاب فقط من الإطار التنسيقي وما حوله من نواب معترضين على شخص محمد الحلبوس ولم يكن هنالك اختلاف في النصاب، فهنالك احتمال كبير التصويت على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول والثاني في حال اتفقوا على النائب الأول. أيضا يعني ما صدرت من تصريحات وما يعني أفادوا لنا النواب من الإطار التنسيقي بأن هنالك حاجة أساسا لتأجيل الجلسة.
فبالتالي يجب أن تكون هنالك نصاب بالأساس، يجب أن يكون هنالك نصاب لبدء الجلسة في الأساس، وبعدها سيكون هنالك قرار في التصويت على رئيس مجلس النواب. فكما ذكرت أيضا أن هنالك احتمالين، إما أن يكون هنالك تصويت على رئيس المجلس في حال بدأت الجلسة، أو يكون هنالك كسرا للنصاب. الأمر كله متعلق بالنصاب النيابي، إذا كان هنالك نصف زائد واحد أعتقد والجميع يعتقد بأنها ستكون في اتجاه التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد. نعم محمد، أطلعنا على آخر المستجدات لديك، هل تم تحديد موعد انعقاد هذه الجلسة؟ إلى غاية الآن الأمور كما كانت عليه منذ الساعة 12، لم تكن هنالك أي مستجدات بخصوص الجلسة النيابية، خصوصا وأن الاجتماعات بعض الكتل إلى الآن مستمرة ولم تنتهي. هنالك أيضا مشاكل حول يعني مسألة النائب الأول أو منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، هنالك مشادات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول من سيكون له هذا المنصب، خصوصا وهو كان سابقا للتيار الصدري متمثلا بالسيد حسن كريم الكعبي. في هذه الدورة الإطار مصر على أن يكون منصب رئيس منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من يعني أو ضمن الإطار التنسيقي، وهو ما لم يوافق عليه التيار الصدري. بالتالي هذا الأمر قد يؤخر انعقاد الجلسة إلى ساعات المساء، لربما بعد الساعة الثانية، لربما بعد الساعة الثالثة. إلى الآن لم تتضح ملامح هذا الأمر، على الرغم من وجود في هذه الحالة هنالك يعني نص قانوني يجيز يعني تأجيل الجلسة إذا لم تكتمل النصاب بعد نصف ساعة حسب النظام الداخلي. بعد نصف ساعة من تحديد موعد الجلسة لم تعقد الجلسة، تؤجل جلسة إلى أشعار آخر. تأجيل الجلسة فيه مشكلة كبيرة، خصوصا وأن من يحدد الجلسة وموعد الجلسة الآخر هو رئيس الجمهورية فقط، لأن إلى الآن لا يوجد هنالك رئيس لمجلس النواب. بالتالي هذا الأمر قد يتسبب باختلاف توازن جلسة هذا اليوم. المشادات والتجاذبات السياسية تسببت في تأخير الجلسة إلى ساعة ونصف، لربما ستؤخرها إلى ساعات أخرى. أيضا هنالك دفع من قبل الإطار التنسيقي نحو المرشح الثاني لرئيس مجلس النواب وهو محمود المشهداني. هنا سيكون تنافس بين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني في من سيكون رئيسا لمجلس النواب، لكن الحظ الأكبر والكفة تميل لجهة السيد محمد الحلبوسي لما عليه من توافقات كبيرة من الإطار التنسيقي التيار الصدري الذي لديه أكبر عدد من النواب في هذه الدورة، وأيضا الكرد متفقين على محمد الحلبوسي، وتحالف تقدم أيضا متفق بشكل كامل على مرشحه الذي قدمه لجلسة هذا اليوم. نعم. بالتالي إلى الآن لم تتضح ملامح الجلسة بسبب المشادات السياسية، ولربما لن تتضح إلى ساعة أو ساعتين بعد هذا التوقيت. النظام الداخلي كما ذكرت يحدد الجلسة من رئيسها فقط وليس من الأكبر سنا، وفي حال لا يوجد رئيس وهو ما عليه اليوم في الجلسة الأولى لدورة نيابية كاملة، يكون التحديد فقط من رئيس الجمهورية كما نادى عليها مسبقا إلى أن تعقد في هذا اليوم. لكن هنالك استبعاد لتأجيل الجلسة بشكل كامل، ربما ستتأخر نعم، لكن ستعقد لأداء اليمين الدستوري، وبعدها إما أن يكسر النصاب أو تستمر الجلسة حسب عدد الحاضرين والموجودين داخل قاعة الجلسة الكبرى. نعم، إذا محمد هناك استبعاد لتأجيل الجلسة كليا، هناك استبعاد، إذا تتوقع أن يتم عقد هذه الجلسة وتأدية اليمين الدستورية واستبعاد لتأجيل هذه الجلسة إلى إشعار آخر؟ نعم هذا ما يعني صرح به عدد من النواب وهم متأكدون من ذلك بسبب الحضور الكبير. لكن يعني الأمر ما تبقى من الأمر مسألة اختيار رئيس المجلس يعتمد على النصاب، بالتالي إن كسر النصاب ستبقى مفتوحة، وإن كان هنالك نصاب النصف زائد واحد فسيكون هنالك تصويت على رئيس المجلس. لكن يعني حفاظا على توازن هذا اليوم، يعني توازن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، ستكون هناك جلسة لأداء اليمين الدستوري، وبعدها سيكون للتوافق السياسي كلمته وموقفه داخل جلسة هذا اليوم. نعم محمد، هل لازالت الاجتماعات قائمة لديك؟ هل انتهى أي اجتماع من الاجتماعات التي كانت قائمة منذ الصباح قبيل انعقاد الجلسة؟
الإطار التنسيقي والتيار الصدري مستمرون باجتماعهم لتباحث ما سيكون عليه الوضع السياسي في القريب العاجل، لكن تعرف تقدم انتهى من اجتماعه وخرج السيد محمد الحلبوسي من قاعة الاجتماع الخاصة بالتحالف، وسنوافيكم أيضا بآخر المستجدات بعد قليل. أيضا هنالك توجه من قبل عدد النواب إلى قاعة المجلس، لكن ليس بشكل كافي لأن تكون هنالك جلسة بنصاب كامل. هنالك دعوات نعم للحضور إلى قاعة المجلس، لكن إلى الآن عدد من الكتل والمجتمع الآن لم تتوجه إلى قاعة المجلس الكبرى، بالتالي لربما سيكون على رأس الساعة موعد الجلسة، أو لربما ستتأخر أيضا لوقت أبعد من ذلك. الأمر معتمد كما ذكرت على التوافقات السياسية وعلى يعني وقت الاجتماعات وعلى انتهاء الاجتماعات وتوجه النواب وعزمهم على عقد هذه الجلسة. نعم محمد، أشكر لك هذه التفاصيل، سنبقى متواصلين معا خلال الساعات القادمة لنقل وقائع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. شكرا جزيلا لك.